لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين النائين عن الأهل والأوطان. السلام عليك وعلى ابنتك البائتة في الثرى بقربك، والنازل بجوارك. سلام على المدفونة سرا لا أجهارا، وليلا لا نهارا يا زهرة. وتسألني عن فاطم ومصاوها تفاصيل مأساة توالت مآسيا. فسل ليلة تخفي الجروح بمتنها، ونعشا على كف الأحبة عاليا. وسل من يتامى فاطم عمر فاطم، وعن حسن سل والحسين المراثيا. وسل قاهر الأحزاب فاتح خيبر، إذ انهد وهو الشامخ الطود باكيا ينادي علي علي ينادي. أيا ماضون بالنعش مهلة، فما بعد هذا اليوم أرجو التلاقي يا ناش رفقا بالحبيبة، إنها مجرحة لا تخدش الجرح، ثانية مكسرة الأضلاع. يا زهرة مكسرة الأضلاع مقروحة الهوى مجرحة الأجفان حمراء ما أنقيا. لكن عندنا سؤال هالليلة إلى فاطمة، اليوم يوم الجمعة يوم فاطمة يوم صاحب العصر والزمان، عندنا سؤال إلى الزهراء، ما أكثر المصائب التي على قلبك يا زهراء؟ لكن أي المصائب أعظم؟ ياهو الألمك أكثر، ياهو الألمك أكثر، كسرى ومنك الضلعين لو كسرت الضلوع حسين. هذه من ذيكها
ياه الأيال لمئج أكثر. يا زهرة طابتهم عليك الدار وعنك سافر المختار، لو شوفت علي الكرار مجتوف بحبل ينجار، يا هل ألمج أكثر. آخ لا يوم يضرموه النار. الله عظيم هالبيت على صاحب العصر والله. لا يوم يضرموه النار وغرز بالصدر مسمار وعلى خدك طمع الاصطار، جنينك من عصيرهم خار، يا ياه الألمج أكثر. لكن الأمر لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. صلوا على محمد وآل محمد. قال مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: بلى كانت في أيدينا فدك من كل ما أضلته السماء فشحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس قوم آخرين ونعم الحكم الله. هنا أمير المؤمنين سلام الله عليه يتحدث عن فدك الفيء وفدك الدخل، وأنها كانت في يد فاطمة سلام الله عليها. يقول فشحت، شحت يعني بخلت وحرصت عليها نفوس قوم وهم الذين صادروها وهم الذين اختلسوها، وسخت عنها سكنت عنها وتركتها نفوس قوم آخرين. هذا المقطع والكلام لأمير المؤمنين يقودنا إلى سؤال: ما هي قصة فدك؟ ولماذا طالبت بها فاطمة سلام الله عليها؟ هل لكون فدك مجرد مادة، مجرد أرض، مجرد نخيل، أم أن المسألة أكبر من ذلك؟ أم أن المسألة لها علاقة بنموذج يحتذى ويقتدى به يمثل لنا آلية المطالبة بالحق المشروع مهما كانت محاولات الإعاقة والتثبيط والمنع بالترغيب تارة وبالترهيب تارة أخرى؟ كل ذلك لم يحل بين الزهراء وبين المطالبة بحقوقها، بعيدا عن النتائج، إذ أن المؤمن والرسالي والحركي إنما يتحرك من منطلق التكليف الشرعي بعيدا عن نتائج ذلك التحرك. أولا لما نجي إلى قصة فدك بإيجاز، طبعا فدك هي قرية بها بساتين عامرة بالمياه والنخيل. هذه قرية من قرى اليهود، بينها وبين مدينة النبي صلى الله عليه وآله ما يقارب 140 كيلومتر.
هذه القرية بما بها من في من خيرات، لما رأوا النصر المؤزر في خيبر على يد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، أذعنوا للنبي، استسلموا بأن يدفعوا يسلموا ذلك الفيء تلك الخيرات دون سلاح، دون معركة، دون مواجهة. القاعدة الشرعية واضحة، المسألة إذا فيها غنائم دون مواجهة، دون مشاركة من المسلمين، هذه تروح إلى النبي صلى الله عليه وآله. والآية واضحة، ما أفاء الله على رسوله منهم، يعني من أهل القرى، من فدك، من أهل فدك، ما أفاء الله، الفي يعني الخير، ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم منهم بخيل ولا ركاب. ما في سيف ارتفع، لا في خيل، لا في مواجهة، وين روح ذا الخير؟ نزلت الآية وآت ذا القربى حقه. النبي صلى الله عليه وآله هنا التفت إلى جبرائيل، قال جبرائيل من هم قرباي وما هو حقهم؟ قال قرباك فاطمة وأعطها فدك. وهذا موجود في الدر المنثور، كنز العمال إلى آخرة، على أن فدك نحلة. النحلة يعني ماذا؟ هبة دون تعويض من النبي صلى الله عليه وآله إلى فاطمة. ولذلك مسألة المطالبة بالبينة والدليل على أن فدك ملك لفاطمة، هذا واقعا مضحك من الناحية الاجتماعية والفقهية. مضحك ليش؟ وإحنا قعدنا قاعدة التصرف واليد والتصرف، ما يصير يجي تطردني من بيتي المعروف على أن هذا بيتي، وبعدين الطالب بالبينة على أن هذا البيت بيتي. فواضح أن فدك كانت أيام النبي صلى الله عليه وآله 4 سنوات، لأنه من السنة 7 للهجرة إلى السنة 11 للهجرة، السنة التي توفي فيها النبي صلى الله عليه وآله. وخيرات فدك، مردود فدك عائد إلى من؟ إلى الزهراء سلام الله عليها. مع هذا جاءت بالبينة، عندما طلب الرجل الدليل والشاهد جاءت سلام الله عليها بالشهود، قالت هذا علي وهذا الحسن وهذا الحسين وهذه أم أيمن وهذه أسماء. لكن المسألة مو مسألة حجة ولا مسألة برهان ولا مسألة دليل، مسألة تعامي. وأشعارهم وآية السيف تمحو آية القلم. فقال علي والحسن والحسين لا تقبل شهادتهم. ليش؟ قال لأن عليا يجر النار إلى قرصه. أسماء قال أيضا لا تقبل شهادتها، ارجع إلى كتاب في ظلال أولياء الله. أسماء لا تقبل شهادتها ليش؟ قال لأنها زوجة جعفر ابن أبي طالب، وهي تجر النفع لبني هاشم. أم أيمن قال لها هذه من أصل أعجمي، وبالتالي لا تقبل شهادتها. يعني 40 سنة كانت في بيت النبي وعند أهل البيت ما تشفى عليها. ومتى كانت اللغة أساس للشهادة وشرط للشهادة؟ هنا التفت أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى الرجل، إلا أسألك سؤال، إلا بلى، قال لو جاء شاهدان وشهدا بأن فاطمة قد ارتكبت فاحشة تأخذ بشهادتهما؟ قال بلى. قال إذن كفرت بالقرآن وشهادة القرآن، لأن الله عز وجل يشهد في حق فاطمة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الرواية تقول على أن الزهراء قارعت الرجل بالحجج فحججته، يعني غلبته، وبالحجج الدامغة، واسترجعت كتاب فدك، لكن الثاني جاء سائلا عن هذا الكتاب فأجابته بأنني حاججت صاحبك فحججته، طلب الكتاب. هنا رفضت الزهراء سلام الله عليها، فأمر بالصياط على متونها، فأخذ الكتاب تفل فيه ومزقه. ولذا واقعا ما تستغرب، يعني لما تسمع بتصرفات رعناء تجاه المرأة وتجاه النساء ما تستغرب واقعا، هذه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يحدث معها ذلك. زين، احنا نسأل ليش هذا الإصرار؟ ما هو السر وراء المطالبة بفدك؟ ليش الزهراء سلام الله عليها ألحت على المطالبة بفدك، مع أن الزهراء من الزاهدات في الدنيا، مع أن الزهراء ممن لا تغتر بهذه الدنيا، وأن الدنيا عند أهل البيت لا تساوي جناح بعوضة، بل لا تساوي عظم خنزير في فم مجذوم كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، وربما تكون النتيجة معروفة مسبقا عند الزهراء على أن استرجاع فدك في ظل تلك الأوضاع يصعب. فلماذا هذا الإصرار من الزهراء على المطالبة بفدك؟ أولا، احنا أسلفنا بأن الزهراء تمثل النموذج الطيب للمطالبة بالحقوق من خلال فدك. هذا غير خير نموذج على أن الإنسان لا يعيش التثبيط ولا اليأس ولا الإعاقة ولا كل محاولات تشويشه في مقابل مطالبة بحقوقه، وهكذا فعلت فاطمة سلام الله عليها. ثانيا، المسألة مو مسألة مادة ولا نخيل ولا أبدا، مع أنها لا علاقة، يعني حتى مردود فدك وعائد فدك، يعني غلات فدك ليس ضئيلة، مدخول فدك ليس ضئيل حتى أن الزهراء تتغاضى عنه، مدخول فدك صحيح. يعني لما الطالب به الزهراء ابن أبي الحديد يقول كانت نخيل فدك أيام الكوفة، أيام ابن أبي الحديد يقول كانت نخيل فدك تساوي نخيل الكوفة، والكوفة كانت معروفة آنذاك بالنخيل. يعني بمعنى آخر، دخل فدك سنويا يساوي 24,000 دينار، أو قيل 70,000 دينار على اختلاف السنين. هذا مو دخل هين، والدينار آنذاك مو مثل الدينار الموجود الآن. الدينار آنذاك يمثل مثقال ذهب. زين، واحد يقول الزهراء شو سفل 24,000 أو 70,000؟ لا، مو المسألة أنه شو سوى فيها الزهراء. الزهراء أبدا هذا المبلغ لا تستثمره ولا تأخذه، ولا أبدا ما لآل محمد والدنيا وقد خلقوا للآخرة. يا فاطمة، النبي صلى الله عليه وآله يخاطبها، يا فاطمة تعجلي مرارة الدنيا بحلاوة الآخرة. لكن المسألة مسألة محاولة ضغط اقتصادي على علي بن أبي طالب. لما السلطة صادرت فدك ومدخول فدك وخلت في مصطلحنا اليوم في خزانة الدولة من أجل إضعاف علي بن أبي طالب اقتصاديا، لما يضعفون علي بن أبي طالب اقتصاديا هالشريحة الكبيرة بالمجتمع من أهل المسكنة والمعوزين والفقراء والمحتاجين، راح يروحون لمن؟ مو لولا الخبز لما عبد الله، وجبلت القلوب على حب من أحسن إليها. هذا لين حاولوا أن يضعفوا علي بن أبي طالب اقتصاديا، يضعفوه في الجانب الاقتصادي من خلال مصادرة فدك، وهذه السياسة اتبعها المنافقون مع النبي صلى الله عليه وآله، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفض. كان أغنياء الصحابة ينفقون على الفقراء، فجاء المنافقون بداعي النصيحة، جودوا ذول الأغنياء من الصحابة، قالوا انتون اللي تكدون وتكدحون وتتعبون وتأخذون هالأموال وتوصلونها للفقراء. ليش؟ من أجل إبعاد المعوزين عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وبالتالي لا يكون للإسلام شأن. هذه السياسة اتبعت مع أمير المؤمنين سلام الله عليه من خلال مصادرة فدك، ولذلك الزهراء أصرت ألحت على المطالبة بفدك. واحد. اثنين، فدك أحيانا كانت تمثل جسر ومعبر ومدخل بالنسبة للزهراء سلام الله عليها للمطالبة بما هو أكبر وأهم بالنسبة للعالم الإسلامي وللمسلمين. الزهراء من خلال فدك أرادت أن تطالب بحق شرعي مغصوب هو أهم من فدك، وهي الخلافة لعلي بن أبي طالب. مو لكون علي بن أبي طالب زوجها، لا، وإنما لكون علي بن أبي طالب يمثل السلطة العامة والولاية الكبرى المطلقة بعد رسول الله
صلى الله عليه وآله. لذلك علي بن الفارقي هذا أحد أساتذة المدارس الأدبية، مدارس اللغة في بغداد يسمونها المدرسة الغربية. ابن أبي الحديد يقول سألته، يقول قلت له ألم تكن فاطمة صادقة في مطالبتها بفداك؟ قال بلى. قال فما الذي منع الرجل من أن يرجع إليها فداك؟ ليش ما أرجع إليها فداك؟ قال لأنه لو أخذ بكلامها وصدق بكلامها راح الطالب بالخلافة لعلي بن أبي طالب، وبالتالي أقر على نفسه بأن فاطمة صادقة، فما يقدر يردها عن المطالبة بحق علي بن أبي طالب، فقطع الطريق من أوله على فاطمة. هذا أمر. الأمر الآخر وهو المهم، مطالبة فاطمة سلام الله عليها بفدك تمثل ماذا؟ على أن الحق يطلب ولا يعطى. لما تكون صاحب حق وصاحب مطلب لا تترقب أنك تجلس في بيتك وتؤثر السلام والقهر والنوم على المطالبة بذلك الحق وبالتالي سيأتيك هذا الحق. لا، أربعة لا يستجيب الله أو لا يستجاب لهم، أربعة لا يستجاب لهم الإمام الصادق سلام الله عليه. ومن بينهم رجل جالس في بيته يقول اللهم ارزقني، فيقال له ألم أأمرك بالطلب؟ فالحق يطلب ولا يعطى مهما كان ذلك الحق، خاصة لما يكون في مقابل أن الآخر لهذا الحق، المصادر لهذا الحق ظالم. وبالتالي الزهراء سلام الله عليها طالبت بحقها من هذا المنطلق على أن الحق يطلب ولا يعطى، وصاحب الحق عليه أن يطالب بحقه لأنه حقه. الأمر الآخر بعيدا عن مسألة زهد في الدنيا رغبة في الآخرة، هذا ما له علاقة أن الإنسان ما يملك المال، فبالمال يقضي الإنسان دينا ويصل رحمة ويحفظ ما وجهه وينفقه في سبيل الله. من قال أن المال مو من حق المؤمن وعلى المؤمن أن يعيش دائما حالة التقشف وحالة الكفاف؟ لا لا، وهذا سفيان الثوري يدخل على الإمام الصادق سلام الله عليه وقد لبس ثوب بيضاء جميلة نظيفة، قال لي يا ابن رسول الله هذا مو ثوبك، انت من اهل الزهد. التفت اليه قال لي اسمع يا سفيان نصيحتي ولا تكن من اهل البدعة، اما ان الدنيا اذا اقبلت فالمؤمن اولى بها من الكافر والمسلم اولى بها من غيره. ثم تلا قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا لغيرهم. زين. سبب آخر جعل فاطمة سلام الله عليها تطالب بحقها، المطالبة بالحق لا يخلو من أحد وجهين. أي إنسان يطالب بالحق صاحب مبدأ مطالبته مشروعة وحق شرعي، هذا الحق أي نوع من أنواع الحق، لما تطالب بالحق هذه المطالبة لا تخلو من أحد وجهين، إما أن تنال هذا الحق وبالتالي حققت هدفك، أنت مطلبك أن تنال هذا الحق فحققت هدفك، أو لا، لا تنال هذا الحق لا يسترد لك هذا الحق فتكون ماذا؟ قد أعلنت ظلامتك وأظهرت مظلوميتك للآخرين. واحد يقول شو استفيد يعني لما أظهر مظلوميتي للآخرين وهذا الحق لم يسترد إلي؟ لا، في فائدة. أنت لما تسكت عن هذا الحق أولا شجعت هذا الظالم على أن يتمادى، وفي المقابل أيضا سكوتك عن هذا الحق هي محسوبة عليك. مش ساكت عن الحق شيطان أخرس، خاصة لما يكون هذا المصادر وهذا الظالم ممن يدعي الصلاح ويدعي الفلاح وأنه من أهل الديانة وأهل التقوى وأهل الورع وهكذا كانوا. ولذلك الزهراء سلام الله عليها عرتهم وعرفت الناس بحقيقتهم. الأمر الآخر وراء مطالبة الزهراء بفدك سلام الله عليها عادة حملة المبادئ، عندما يطالبون بهذه المبادئ يعملون على أن يجلبوا القلوب إليهم. طبعا
طبيعي كل واحد صاحب حركة وصاحب مبدأ في كل العالم يحاول أن يجلب القلوب إليه، كل القلوب، والوسائل عدة، وسائل شتى لجلب القلوب. لما يكون هذا صاحب حق صاحب مبدأ يحاول يجلب الناس إليه من كل أصقاع العالم بوسائل عدة، مرة يجلب الناس إليه بالمال، مرة يجلب الناس إليه بالأخلاق، مرة بالوعود. لكن يقال أفضل طريقة عند حملة المبادئ لجلب القلوب هي إظهار المظلومية. عندما تكون مظلوم فالناس القلوب المنصفة تتعاطف مع المظلوم كائنا من كان، وتشمئز وتنفر وترفض الظالم كائنا من كان. وهكذا كانت فاطمة أظهرت تلك الظلامة، وهذا الأظهار للظلامة عند الزهراء سلام الله عليها استمر إلى آخر حياتها. تصور حتى عند دفنها أمرت بأن تدفن بالليل لا بالنهار، وأن تدفن سرا لا جهارا، حتى لما يجون الناس يسألون وين قبر فاطمة، لماذا أخفي قبر فاطمة، ليش عفي هذا القبر، حتى الناس تتساءل تعرف الحقيقة. ظلامة الزهراء تظهر وتبقى، يعني كل القبور، يعني ما في قبر الآن ما معروف لأهل البيت إلا قبر فاطمة سلام الله عليها. اختارت بأبي وأمي حتى الزمان والمكان المناسبين، ما حاججت الرجل في داره ولا في منزله، ولم يكن الحوار بينها وبينه، بل اختارت مكان يأمه يرتاده المسلمون، مجمع للمسلمين، مركز إسلامي، وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة إلى المكان. وأيضا الزمان، اختارت الزهراء وقتا كان مسجد أبيها صلى الله عليه وآله غاصا بالمصلين، غاصا بالناس، ولم تخرج لوحدها، لا، خرجت مع مجموعة من النساء وكأنها مسيرة، لاثت خمارها على رأسها، اشتملت بجلبابها، ما تخرم مشيتها كمشية أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله، وما خرجت بتلك الطريقة البعيدة عن الاحتشام، التجرد من الاحتشام، لا أبدا، باحتشامها، باستقامتها، بالتزامها، بتدينها، وإن كانت الظروف ألجأتها إلى أن تخطب في الرجال، لكن أبدا نيطت دونها ملاءة، يعني ضربوا ساتر بين الزهراء وبين الرجال، ولذلك عرفت بنفسها. وإلا لو كانت الزهراء ظاهرة ما يحتاج الناس يعرفون الزهراء، لكن عرفت بنفسها. وهذه عادة ترى، يعني هذا ذكاء وفطنة وعبقرية من الزهراء سلام الله عليها، وهكذا أهل البيت. ونحن عندنا الآن الواحد لما يجي المحكمة يعرف نفسه. فجلست بأبي وأمي أنت أن أجهش القوم لها بالبكاء. ثم عرفت بنفسها، وما خاطبت في البداية الرجل، لا، لأن الرجل هو موضع الخصام والخصم، ما خاطبت وما كانت تقر بأنه رئيس الدولة، خاطبت الناس كونهم الحكم. أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد صلى الله عليه وآله أقول بدءا وعودا، يعني كلامي في آخره ككلامي في أوله، وكلامي في أوله ككلامي في آخره، لا يتغير أبدا، أقول بدءا وعودا، ولا أقول ما أقول غلطا، يعني كلامي ليس فيه الغلط وهو المكيدة والخديعة والمغالطة، ولا أفعل ما أفعل شططا، وهو الكلام الذي فيه ظلم وتجاوز عن الحد. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. تفسر لهم هذه الآية
حتى تقرب لهم المعنى أكثر. ما ينسون هذا الفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرسول يقول لهم منكم من العرب يشق عليه أن تتعبوا من أجله وهو يتمنى لكم السعادة بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تعزروه وتعرفوه يعني تسألون هذا أبو من وابن عم من، تجدوه أبي دون نسائكم وأخ ابن عمي دون رجالكم. بعدين تعرج على وضعهم الاجتماعي المزري الذي ما كان يخلو من الفوضوية ومن الاختلال في النظام ومن العبث ومن الجهل ومن التخلف. اذكرهم بواقعهم وكيف تغيروا بأخلاق النبي، عناء النبي، عطاء النبي، جهد النبي، وكنتم على شفا حفرة من النار بسبب الشرك والظلم. وأي نوع من التخلف، أي نوع من الفوضوية، أي نوع من الدرك الأسفل الذي كانوا فيه، وصلوا إلى درجة تقول الزهراء سلام الله عليها تشربون الطرق. تشربون الطرق يعني ماذا؟ الطرق لغة يعني ماذا؟ الطرق يعني الماء الذي خوضته الإبل أجلكم الله وبالت فيه. تشربون الماء، ماء المستنقعات والحفائر الذي تستقذره النفوس الشريفة، وكأنكم لا علم لكم بحفر الآبار وتفجير العيون واستحصال القنوات، بعيدين كل البعد حتى عن أدنى ما يحتاجه الإنسان، وتأكلون القد والورق. هذا شرابكم وهذا أكلكم. القد يعني جلد الكبش اليابس وورق الشجر، وكأنكم تعيشون في صحراء قاحلة جرداء لا نبت فيها ولا ماء، تعيشون الكسل، تعيشون الخمول، أذلة خاسئين. الخاسئ يعني ماذا؟ الخاسئ يعني المنبوذ المطرود الذي لا يترك أن يبقى مع الناس، تخافون أن يتخطفكم الناس. متى الإنسان يخاف في مجتمع؟ لما يكون هذا المجتمع مملوء بانحراف، مملوء بانحلال، مملوء بانجرار إلى الباطل، ليس فيه أمن ولا أمان ولا استقرار ولا طمأنينة. متى الإنسان يشعر بالخوف؟ عندما يكون النوع من المجتمع لا أمن ولا أمان ولا طمأنينة ولا استقرار، بحيث الكثير يأكل القليل والغني يستعبد الفقير والقوي ينال من الضعيف. عندما يكون الغني والقوي والكثير يأمن من العقوبة، ومن أمن العقوبة أساء الأدب. كنتم هكذا في هكذا مجتمع بلا قانون بلا نظام، فأنقذكم الله بمن؟ فأنقذكم الله بأبي محمد. وهكذا استرسلت الزهراء سلام الله عليها، ثم خاطبت الرجل، وهكذا خاطبت المهاجرين والأنصار، إلى أن رجعت بأبي وأمي إلى دارها. لكن أسألكم بأي حال رجعت فاطمة؟ تتصور امرأة عاشت بعد أبيها 40 يوم أو قيل 75 أو قيل 95 لم ترى ضاحك، ليش؟ المصائب التي حلت على قلب فاطمة. اتصور امرأة طالعة على المسجد ترى مو بطبيعتها، مو جسمها معافى. امرأة طالعة إلى المسجد وجنينها مسقط. تتصور امرأة تلد ولادة طبيعية تحتاج أيام تستريح تخدم، ولذا يقولون الإجهاض أشد ألما من الولادة. صورها طالعة جنين مسقط، إيدها على ضلعها مرة وعلى عيونها مرة، ورجعت مستندة على النساء المهاجرين والأنصار كأني بالزهراء تتهادى تتمايل يمين وشمالا.
أين استقرت بك النوايا صاحب الأمر؟ أنت المعزى. رجعت بأبي وأمي وعلي بن أبي طالب ينتظرها، جالس ينتظرها، وإذا الزهراء تدخل عليه يخاطبها: زهراء مما تشتكي؟ أجلسها على فراشها. اليوم يوم الجمعة ويوم صاحب الأمر، والله كنا أصحاب حوائج ننقل حوائجنا إلى فاطمة سلام الله عليها. نظرت إليه نادت: يا أبا الحسن ما عهدتني كاذبة؟ لا والله. ولا خائنة. وقامت توصى علي تقول له: يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين، إذا أنا ميت فغسلني وكفني وصل علي ولا تشهد جنازة أحدا ممن ظلم جنازتي أحدا ممن ظلمني. يا علي لا بد للرجال من النساء، فإذا تزوجت يا علي فاجعل لها يوم وليلة، ولأولادي يوم وليلة. يا أبا الحسن ولا تصح في وجهيهما، فإنهما يصبحان يتيمين منكسرين غريبين. ثم نادت: يا علي انصرف، بعد ما تبشوف علي يتألم منها ومن ألمها. قامت فاطمة من على فراشها، لكن أسألكم شلون قامت فاطمة وهي متعبة وهي عليلة وهي مريضة؟ الرواية تقول قامت تتكئ بيدها على الجدار حتى وصلت إلى موضع الغوص موضع الماء. أخذت الحسنين غسلتهما غسلت رؤوسهما، ثم نادت: انصرفا مع أبيكما إلى مسجد جدكما رسول الله. الله حنان فاطمة، ما تريد تشوفهم يتألمونها. اضطجعت على فراشها. بعد أحد بالبيت لو لا؟ أي موجود أحدها. نادت أسماء. وين راحت الزهرة؟ أسماء أين زينب؟ آه يا زينب. دخلت على أمها وهي مضجعة، نادت: تعالي تعالي يا زينب. بلى يا أم. قالت: يا زينب عليك بالأكفان، في تلك الزاوية جاءت بهم أكفان، نزل بهم جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله، خمسة أكفان، واحد راح إلى خديجة، واحد إلى النبي، واحد إلى الزهراء، بقوا اثنين وزعتهم فاطمة. لكن شلون وزعتهم؟ هذا التوزيع اللي كسر قلب زينب. هذا الكفن يا يما العود حيدر الكرار، وهذا الثاني العضيد حسن من جدك المختار. خلصوا الأكفان يا زهرة. اختنقت بعبرة الزكية والدموع انثار. اخذيهم يا بعد اهلي ترى مفرق يا بنت البيت. الله على هالبيت، الله على هالبيت يا صاحب الأمر. سمعت زينب ونادت دمع حسال على الخدين: جاوين الجفن يما الرابع لو نسيت حسين؟ آه يا زهرة.
سمع الزينب ونادى الدمع حسا. تحب ابو علي زينب ها، تقول لها يمه وين جفن ابويا ابو علي اخويا ابو علي. سمع الزينب ونادى الدمع حسا على الخد، جا وين الجفن يمه الرابع لو نسيت حسين. صاحت يمه يا زينب يا زينب ذبحتيني يا نور العين، اخوك بلا غسل يبقى وظل عاري بلا تكفي. تقول لها خلاص اطلع اطلع يا زينب كسرت قلبها، ما اريدك تتأذين يا زينب. خرجت زينب التفتت الزهراء الى اسماء، يا اسماء قفي على الباب هنيئا ثم ادخلي علي بعد قليل، ناديني فان اجبتك والا فاعلمي بان روحي قد فارقت بدني. خرجت اسماء انا اريد اعرج على الحسنين، الحسنان هنا وصلا الى مسجد ابيهما وقفا هنيئا. الحسين يقول للحسن اخويا يلا خلنا بسرعه نودع جدنا، مو هذه وصيه امنا. قالت لهما عرجا على قبر جدكما قبل ان تاتيا، واذا سال عن استميحاه عذرا قل لام امنا اليوم ما قدرت تجي يا رسول الله. توجه الحسنان إلى قبر جدهما، جلسا على قبر جدهما. لسان الحال من حقنا لأن من عادة رسول الله يشوف الحسنين ما يجون لوحدهما، يجون وياهم أمهم فاطمة. اليوم شافهم بدون فاطمة، نادى هلا ويا مرحبا بجية الاثنين ابو محمد عزيزي وذاك ليحسن. خبروني عن امكم يا الولد، وين وين امكم وين فاطمه ما اشوفها. قالوا يا جدنا يا ضي العين امنا مكسره من هب العين، ما تقدر تجي يا رجع الحسنان إلى الدار، وإذا فض وإذا أسمى واقفة على الباب. أسمى أين أمنا؟ فتحت الباب وإذا أمهم نائمة ممددة مغطاة. أسمى ما عهدنا أن أمنا تنام في هذا الوقت، شو تقول لهم؟ قالت لهما يا أسماء أترك المصيبة إلى حينها، لكن هالموقف يا ابني رسول الله. أمكم مو نايمة يا حسن، أمكم مو نايمة يا حسين، عجل وين أمنا؟ قالت لهما إن أمكما ميتة. ماتت فاطمة. فتحت الباب النجيبة والدموع مبددة، ودخلوا أولاد الوديعة ولنها وصفة مددة. لكن اسالكم شلون ممدده فاطمه؟ واضع ايد على خدها وزاد ما هم وسد. خر عليها الحسن يبكي والدمع منا انهمى، يقول لها اماه كلميني انا الحسن قبل ان اموت. ما سمع منها جواب أخر عليها حسين نوح. أنا المدلل يا يمه بعد عينك وين أروح؟
جاوبيني يا الحنونة قبل ما تطلع الروح. والحسن نادى يا خويا ماتت امنا يا فحل، يا خويا ماتت الزهرة وعمرها ما بلغ 20، راحت والضلع منها مكسر. يا الله إلهي بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. أخواني هذا المجلس يهدى ثوابه، طبعا هو مجلس الزهراء، ويهدى ثوابه إلى السيد حسن السيد ناصر وأبنائه، وهناك جمع صدقات للمقبرة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا. إلهي بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، تقبل عزاءنا، اشف مرضانا، استر عيوبنا، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا سقما إلا شفيته. اللهم اشف مرضانا وفك أسرانا ورد غرباءنا وارحم شهداءنا. جماعتي الحاضرين احفظهم في أنفسهم ومن يلوذ بهم، المؤسسون تقبل اللهم أعمالهم، إلى أرواح الشهداء السعداء ومن مات على الإيمان، نهدي الجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات على محمد وآل محمد.